السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي ومتتبعات قناة فنوانتيك في هذا الشريط الجديد. أنا هنا يا إخواني مجموعة من السلاسل الفضية التي قد نعثر عليها بأحد الأسواق أو في محل يعني بيع الأشياء القديمة، ولكن كيف يعني نعرف أنها من الفضة؟ دائما إخواني أخواتي عليكم الانتباه إلى الدمغة، يعني الدمغة دائما توجد في هذه الأماكن. هنا إخواني أخواتي كما تشاهدون في هذا المكان بالضبط، يعني توجد دمغات الفضة، يعني دائما يجب الانتباه إلى هذه المسألة. يعني الدمغة دائما توجد في هذه المناطق، يعني في هذه الأقفال. يعني هنا سأقرب بعض الشيء، يعني وهي دمغة كما تشاهدون، دمغة صغيرة، يعني وهي صعب هنا أصدقائي، هنا دمغة الفضة، يعني يجب التمعن والانتباه كثيرا. يعني وكذلك بالنسبة للسلاسل التي تكون من الذهب فهي كذلك توجد بها دمغات، يعني في نفس الأماكن، يعني في هذه الأماكن هنا، يعني هذه القفلات توجد بهم يعني دمغات الذهب. ولكن هنا مثال يعني دمغات الفضة التي بين أيدينا كما تلاحظون. أصدقائي يعني دمغة الفضة، يعني وتكون صغيرة كما تلاحظون، ويجب استعمال المكبر إذا كان لديكم المكبر، الاستعانة به. يعني توجد هذه الدمغات لكن هي صغيرة. هنا إخواني كذلك الدمغة، سوف أقرب، تسعمائة وخمسة وعشرون. يعني هذه المعلومات يعني أحب أن أتقسمها مع إخواني وأخواتي المهتمين والمهتمات بهذا المجال، ألا وهو مجال الأنتيك وكل ما يتعلق بالأشياء التي لها قيمة، يعني ويعني توجد كذلك يعني مجموعة من الدمغات بداخل بعض المجوهر، يعني بعض الحلي كهذا المثال. هنا نلاحظ استرلين 925، يعني الفضة فضة عيار 25. يعني إخواني يا أخواتي دائما يجب عليكم الانتباه إلى هذه الأمور، يعني مجموعة من المجوهرات ومن الحلي فهي توجد في الأسواق، ولكن فقط يجب علينا الانتباه إلى هذه الدمغات ويعني التمعن والبحث حتى يعني نستفيد جميعا إخواني أخواتي. هنا يعني هذا البراسلي يعني هو خليط من الفضة والجلد، وهذا نوع يعني لماركة عالمية باندورا، يعني معروفة،
يعني فضة خالصة ونقية جدا. إخواني أخواتي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الشريط، ولا تبخلوا علينا بالتعليقات وبالدعم. وبالنسبة للمشاهدين الذين يشاهدون القناة أول مرة، ندعوهم إلى الانخراط في هذه القناة المتواضعة. كانت معكم قناة فنوانتيك، مع السلامة أصدقائي.